على خير أجزاء الطلبة والطالبات في جمهورية مصر العربية وخارج مصر إن شاء الله. سوف نتواصل فيما انقطع عن المدارس بسبب جائحة كورونا، ونتمنى إنه الطلبة إنه ما يحاول إنه ينوموا في البيوت، ويحاول إنه يذاكروا إن شاء الله كده. ونتمنى التوفيق لكل ممتهني شهادة الأساس والثانوي إن شاء الله. حاجة بسيطة جدا، اليوم نقدر نشرح في بعض الكتب المحررة للصف الثاني أساس، اللي هو كتاب الليتريتشر، ما يسمى بالأدب الإنجليزي، ونتحدث عن بعض النقاط الأساسية اللي بتمر مع الطالب أثناء الامتحان وبيواجهوا فيها شوية بتاعت الإشكالية. لكن إن شاء الله نقول لكم بأن الإشكالية دي يعني تتحل طالما أنت تتهم. وبعض الأسئلة اللي هي بتكون مطروحة في الكتابين وهي أساسية ومقررة بالنسبة للطالب، ما في استثناء للكتابين، اللي هو بلاك تيوليب و تيل أوف تو سيتيز. الاثنين الكتب دي يعني مقررة بالنسبة للطالب بتاع الصف الثامن، فيبقى إنه لازم يجتهد في الكتابين دول لأنه اشتغل بجد إجباري. فنتابعوا معانا إن شاء الله، نكون خفيفي الظل عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، مجددا في جميع المدارس اللي موجودة في عين شمس، خاصة لأن المدرسة اللي أنا بدرس فيها هي واضعة في عين شمس، وعامة لجميع المدارس السودانية في القاهرة وفي السودان وبقية البلدان إن شاء الله. طيب تعبوا معنا زي الطلبة، فنديكم دقيقتين كده، أي واحد كراسه ويطلع القلم بتاعه ويحاول إنه يشوف معنا الأسئلة دي، وإن شاء الله تنال إجابكم إن شاء الله. دقيقتين ونشوف اللي بيحصل. بعد ما الطلبة هم يجهزوا، نتمنى إنه ربنا يرفع هذا الوباء في جميع أنحاء العالم، والناس ترجع حياتها الطبيعية إن شاء الله. والطلبة نقول لهم بإنه ما ييأسوا، في بعض الناس بيقول لك بإنه الامتحانات خلاص ما في امتحانات، لا أنا بقول لك الامتحانات هي موجودة، مجرد ما الجائحة دي تزيل إن شاء الله كده بإذن الله، والامتحانات تكون في موعدة أما غريب إن شاء الله. فأنتوا بس خليكم في البيت وذاكروا، طالما تبدأ لكم فرصة حاولوا تطلعوا لكم أي كتاب، ما شرط إن تكون اللغة الإنجليزية، لكن أنا أنتهي عشان كلمت عن المحتوى بتاعي أنا وعن التخصص اللي أنا كنت شغال فيه وما زلت أنا شغال فيه برضه، إنه أحفز الطلبة وهم طلبوا مني برضه إني أنا أعمل لهم الحصص دي، وإن شاء الله يعني نتمنى إنه الحصص دي تكون في عتقكم إن شاء الله. طيب أقول لكم اللي حصل الورق. طيب نبدأ في الأسئلة، فإن شاء الله يكون الشرح كله باللغة العربية، في بعض الحاجات ممكن نقرأ الأسئلة باللغة الإنجليزية، لأنه في بعض الطلبة برضه ما هيقدروا يعني يفهموا الشرح باللغة الإنجليزية. وطبعا المرحلة بتاعت الأساس والثانوي ما أنت مقيد إنك لازم يشرحوا لك كل الحاجات باللغة الإنجليزية، فبالبلدي كده لأن يعني في بعض الطلبة لابد إنه ينحل الحاجة اللي هم عايزينها ويشتغلوا فيها وينالوا الدرجات إن شاء الله. فبعد ذلك لو تخصصت في مجال اللغة الإنجليزية في بتاعت الكونفرزيشنز، ممكن تمشي تغاطي في المجتمعات وتحاول إنك تعمل بروفينج يور لانجويج. طيب let's go to our board students. عندنا الأسئلة عبارة عن English revision، بعد الأسئلة في A Tale of Two Cities، وكتاب الثاني اللي هو بلاك تيوليب، الكتابين مقررين كما قلنا. طيب نجي نشوف الأسئلة اللي بتكون واردة في A Tale of Two Cities واللي بتكون واردة في بلاك تيوليب. دائما A Tale of Two Cities بيكون فيه الأول مباشرة، بيجي بعد الإسباين، حتى بعد ذاك الأسئلة بتاعت الإسباين بيجي A Tale of Two Cities اللي هو بتاعت الليتريتشر، بيكون فيها مجملة الأسئلة حقتها اللي هو دائرة، وبعد ذاك بيكون عندهم في البلاك تيوليب بيكون في أسئلة give a short answer، وبعد ذلك بيكون عندك أسئلة بتاعت A B اللي هو match the following sentences A B or C. طيب فزمان كان هم اختياري لكن دلوقتي بقى إجباري.
طيب نخش في الكوتشة مباشرة عشان ما نطير في الحديث. A tale of two cities. Choose the correct answer A, B or C. المعنى يا أعزائي الطلبة إنه نختار الإجابة الصحيحة A, B or C فقط في بعض الأسئلة، وده تنبيه بالنسبة للطلبة إنه يدوق الخيار A و B و C اللي هو عندنا في اللغة العربية برضه كذلك ألف وباء وجيم. أنا بزيدكم بس الكلام الآن. طيب رجعنا من جديد. معلش سوري عشان المزاج بري بس. choose the correct answer A, B or C. يعني الاختيار بتاع السؤال بيقول لك اجب او ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة الف باء او جيم. ما اقدر يعني الطالب الليلة لما تجي انت تختار الف او باء او جيم، بالمعنى بالانجلش A, B or C the correct answer. You have to make the circle round the correct one. Just only, nothing else. طيب سؤال number one. Jerry Cruncher was a. طبعا انا جيري كرانشا اللي هو في تيل اوف تو سيتيز اثناء كان هو جاي في الحصان بتاعه وشايل الرساله بتاعته وهو كان عاوز انه يوصلها. فنحن نعرف كويس الاسئله اللي بتكون وارده دائما وبتعمل الكونفيوس للستيلن او للبيوبيل، بيكون في بعض الاشكاليه في الاسئله السهله وبتربك الواحد. فانت ركز في كلمه جيري كرانش حتى لو ما بتعرف انك تقرا اللغه الانجليزيه او ما بتعرف تقرا المحتوى اللي جابوه لك، شوف اين ممكن يعني تربط الكلمه ب اثناء الحصه وبعد ذلك بتذكر بانه الشغله دي مرت بي وتعمل الدائره وين. طيب اندي جيري كرانش، مجرد ما يجي جيري كرانش هو موجود. جيري كرانشا واز ا، تختار واحد A B C. ما عندك شغله بالترجمه بتاعتها هي معناتها شنو، لكن بنحاول نترجمها لك. جيري كرانشا هو كان شنو يا جماعه؟ هل هو روبرت؟ لا ما روبرت. روبرت بمعنى ثيف او اللي هو حرامي. ميل ميسنجر اللي هو ميسنجر هو الرسول المرسل اللي جاب الرساله. تيتشر هو الاستاذ. طيب بيز معناته اوريدي هنا جيري كرانشا واز ا ميسنجر. هنا في سؤال بيقول لك choose the correct answer فقط، يعني انت ما مربوط انك تعمل دائرة ولا مربوط انك تعمل خط ولا مربوط انك تعمل كروس، تختار الاجابة الصحيحة. انا ممكن اعمل دائرة وممكن اعمل تحت خط وممكن اعمل كروس، لكن ما في آلة واحد. عملت دائرة فما بيها خلاص. ماذا تعمل الدائرة؟ تعمل خط تحت. الان هو قال لي هنا choose اختار. لو قال لي سيركل انا بعمل سيركل. قال لي اندرلاين انا بعمل اندرلاين. قال لي كروس انا بعمل كروس. وضح لنا ازاي طلبة؟ طيب ماشي. اثنين دكتور مانيت، دي اختصار للدكتور يا جماعة. دي دكتور مانيت واز ان بريسون فور، ودكتور مانيت كان هو قاعد في السجن لمدة كم سنة؟ 20 years 81 years 18 years. يبقى اذا هنا الاجابة بتاعتنا for 18 years. دكتور مانيت was in prison for 18 years. Number three, the ST every month اللي هو بيقول لك the Marcus ST every month killed by قتل بشنو؟ Marcus ST every month قتل by شنو؟ غاليتون اللي هو المغسلة، نايف بالسكين، وستيك اللي هو بالعصا. يبقى اسم ميسي ايرمان قتل بالجاليتونز اللي هو المغسلة بالميسي ايرمان. نمبر 4 ذا اولد باليه واز داش داش. اولد باليه اللي هو عندنا في دار الغداء اللي هو موجود في في تيل اوف تو سيتيز الكتاب بتاعه. طيب هل هو بريزون سجن ام واين شوب ولا كورت اللي هو المحكمة؟ يبقى اذا هنا the old ballet was court or you have to say the law of court. Number 5, the last questions about the tale of two cities اللي هو there was a telephone bank in. قال لي يوجد telephone bank. Again there was telephone bank. A telephone's bank. Here there is S. S دي بتسمى S possessive. Possessive S. Yes, there was a Tilson's bank in. Tilson bank موجودة وين؟ هل لندن and Paris
or Paris or London. You have to choose. Don't be confused. Paris and London. There is different here. Paris and London. And here is London and Paris. معناتها تلسون بان موجودة في المكانين دول. في لندن وباريس. يعني ما نقول في باريس. عملت في باريس فقط معناتها موجودة في باريس بس ما موجودة في لندن. عملت في لندن معناتها موجودة في لندن ما موجودة في باريس. يبقى إذا هنا تلسون's bank was in London and Paris. أعزائي الطلبة كده يكون هنا يعني عملنا محتوى بسيط جدا في سيركل أو عملنا محتوى في الاختيار بتاع الإجابة الصحيحة بالنسبة لقصة بين مدينتين اللي هو اسمها تيل أوف تو سيتيز. نتمنى إنه السبورة تكون واضحة بالنسبة للطلبة. طيب نجي نخش طوال مباشرة في الكتاب الثاني اللي هو الأسئلة برضو بتحير بعض الطلبة إنه إحنا عاوزين نحل البلاد تيوليب لكن أصعب الأسئلة بتواجهنا السؤال المباشر the direct questions بيسألوك بيقول لك أجب الأسئلة الآتية أو give a short answer كده معناتها الناس دي أدوك الإجابة في محلها أدينا إجابة مختصرة يعني ما شرط إنك تجيب الكلام طويل مختصرة short answer أدينا إجابة مختصرة. طيب A black tulip اللي هو يسمى بالزنبقة السوداء. المؤلف بتاعة البلاك تيوليب عندنا هو اسمه ألكسندر دومانس هو المؤلف بتاع كتاب Tale of Two Cities ومؤلف كتاب Tale of Two Cities هو المؤلف اسمه تشارلز ديكنز والمؤلف بتاع بلاك تيوليب هو اسمه ألكسندر دومانس. اوكي جود. طيب قالي نمبر 1 the questions who stole the black tulip يعني طبعا الأسئلة بتاعتها ممكن تجيك في chapter 1 هو طبعا عنده 14 chapter ممكن يجينا من بداية الكتاب أو من نهايتها أو في الوسط يعني احنا نعرف احنا كمان بننبه برضو بقية المدارس انه تحاول انه تدرس الكتابين في مدارس انا برضو لقيتها لسه ما بدأت في تدريس الكتابين في واحد منهم خلصوا تيروتوسيس ولسه في هذه المخش في بلاك تيوليب وانا بنبه انه الناس تحاول تخش في الاساتذه بالاخص يحاولوا يخش في الكتب دي في الايامات دي يحاولوا يعملوا فيديوهات يرسلوها عبر السوشيال ميديا بس انه الطلبه يقدروا يستفيدوا منها بصراحه انا واجهت بعض الناس بيعانوا من الحته دي. طيب نواصل فيما انقطعنا. Who stole the black tulip؟ من الذي سرق البلاك تيوليب او الزنبقه السوداء؟ زنبقة سوداء سرقت لكن عارف سرقوا منه اللي هو قال لي اسمه ايزاك بوكستيل اسمه ايزاك بوكستيل اللي هو ايزاك يسمى بي ايزاك او يو كان سي ايزاك اللي هو نيفر مايند يو هاف تو سي ايزاك اي دبل اس اي سي ايزاك بوكستيل ايزاك بوكستيل هو اللي ايزاك ده هو اللي سرق البلاك تيوليب وفي النهاية هو اللي كسر ورا البلاك تيوليب. نمبر 2 What was Cornelius interested in? Cornelius بامبرارو كورنوليوس دي ويت ومدرسة 2 نجي نتواصل فيها فيما بعد. Cornelius interested in what? Interested in flower. Because Cornelius is the end of the story married the Rosa. طيب What was Cornelius interested in? Interested in tulip. You're supposed to write just tulip. Tulip. اللي هو الزهرة بتاعت الزنبقة. Okay? أو تقول interested in black tulip. You're supposed to say. Never mind. Number 3. Who was the president of the flower society? من هو رئيس مجتمع الزهور؟ رئيس مجتمع الزهور اسمه منو؟ قال اسمه فان سيستن. فان وات؟ فان سيستن. You suppose فان سيستن. فان سيستن. Or you have to say فان سيستنز. فان وات؟ سيستنز. Sorry. You have to say فان سيستنز. فان Van Sistens هو الرئيس بتاع مجتمع شنو الزهور It's called Van Sistens طيب What was Craig? Craig The Craig is the meaning ممكن يجينا بين قوسين أو يجينا underline يقول لك Craig
Greek. It means what? It has a multi meaning, or you can say it has a two meaning. Greek. Greek is a servant. Or khadim, servant. Greek is servant. So what can Jack feel as ila? In امتحان قال لك what was Greek? Greek بمعنى إيه؟ Greek بمعنى إيه؟ اللي هو servant. طيب number five, how much was the price? How much was the price? The price اللي هو الجائزة اللي كان أخذوها كانت كم؟ الروزة والكورنيوس اللي فازوها في نهاية القصة الصفحة in chapter 51 maybe. طيب how much was the price? A price can come. نقول the price how much? 100,000 guilders. 100,000 what? Guilders. اللي هو العملة. 100,000 guilders. ولازم نحط الـ A الـ 5. لازم نحط الـ A الحرف الـ 5 أصفار دي. 100,000 guilders. L D E R S. 100,000 guilders. The price is 100,000 guilders. أعزائي الطلبة أبنائي الطلبة والطالبات نتمنى أن يكون فهمتوا بعض من الأسئلة اللي بتكون واردة ولسه عندنا أسئلة كثيرة جدا بس اليوم أساس أنه أول يوم نسجل فيه الحصص بتاع الصف الثامن وإن شاء الله حصة الصف الثالث ثانوي إن شاء الله برضو جايينا وهم برضو الصف الثالث أنهم ثلاثة كتب واحد إجباري واثنين اختياري اللي هو الإجباري تريج آيلاند واللي هو بيسمى بالكنز أو جزيرة الكنز وتاني في كتابين بالنسبة للثالثة ثانوي دول هم الاختياري واحد اسمه Our Martial Friends والتاني اسمه اللي هو The Things Fall Apart بتاع دوكونغو فإن شاء الله برضو نجي يوم من الأيام هنبدأ في الصف الثالث لكن الآن بدأنا بالصف الصف الثامن كما هم طلبوا برضو ونحاول نعمل إعداد بالنسبة للصف الثامن ونتمنى إنه الحصة تكون يعني مبسطة بالنسبة للطلبة بتاع أو تلاميذ الصف الثامن وإن شاء الله تنال إعجابكم وأي واحد إن شاء الله يكون لخص بما فيه وإن شاء الله نحن نكون خدناه في الرابط اللي يكون موجود إن شاء الله وفي أرقام تلفوناتنا برضو ممكن تتصل علينا وتشوفوا الحاجات اللي المفروض نحن نقدر نراجع لكم شنو ودي عامة لكل الطلبة ما بخص إنه مركز الوحدة السودانية اللي هو أنا مديرة لا فقط أنا عملتها لكل الطلبة وكل الطالبات أو كل التلاميذ والتلميذات اللي موجودين في مدارس السودانية بالقاهرة والموجودين بالخارج نتمنى إنه الناس تلتزم ببيوتها ألزم بيتك كراسك وقلمك قدامك وانتبه في مذاكرتك ونتمنى لك التوفيق 100% نشوفكم على خير إن شاء الله قدر نبدأ بحصص جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ السابق بابكر إسحاق مدير مركز الوحدة السودانية بعين شمس القاهرة تحياتي مجددا ورمضان كريم عليكم تصوموا وتفطروا على خير الحصص صالح للنجم